السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واجعل لنا علما يوعي المجتمع. في هذه الأوضاع قد نكون نحتاج للنصيحة والتوعية والإرشاد أكثر بقدر ما يحمله زماننا من متاعب وضرائر. التمسوا وتحسسوا لما سأقوله جيدا. ما نلاحظه الآن بأعيننا وما خفي أعظم، لكن كل ما يحدث من بواطل بحق العرب وبحق هذا الشعب اليمني المغلوب على أمره نتيجة إن إحنا مش واعيين، ومع ذلك نحن أول طبق مستهدف. عندنا في اليمن أمس تفوز المغرب، خرجوا بعض الشباب يقرحوا رصاص وألعاب نارية. إذا كانوا يتبرعوا بهذاك المبلغ للفقراء والمساكين والشراء قليل بطانيات للمجانين الذي يرقدوا في الشارع واحتمال يموتوا من البرد، على الأقل كنت بتخدم شعبك ووطنك، ولا تكونوا تفرحوا على أتفه الأسباب. أنت كشخص رياضي شجع بلسانك، ما فيش داعي إنكم تعملوا لكم هبرلات تقوموا تقرحوا رصاص والراجع يرجع فوق المواطنين ولا ألعاب نارية وتخسروا مبالغ مالية يوجد من هو أولى بها. دولة المغرب عربية ومسلمة وأنتم فرحتوا لها، طيب هذا أكثر شيء نقدر نسويه إن إحنا نفرح لها، بالرغم إنه فيها فحش وفسوق وقليل من يصلوا هناك بالمغرب. اليوم الحلقة شكلها خطير قليل، بس إذا بوشي ولا شيء يعني نبهونا بالتعليقات، نبهونا بالتعليقات إذا غلط بشي ولا شيء، كما اشتقولوا ما قليش. يا أسفة على أمتي ضحكت على جهلها معظم الأمم، ويا للأسف تنشغل الأمم بملهيات صنعها الشيطان ليشغل الأمم عن غاية الخلق. من يجعل الانتصار في ملاعب الكرة بين الشواذ والعاهرات نصرا لأمة الإسلام لم يعرف الإسلام ولم يتذوق حلاوته. للأسف يوجد بعض المشجعين ما عنده شناء عقل، عنده هنا لمبة، يمارسوا عملية تقديس اللعاب. لما خرج كريستيانو من كأس العالم من المونديال بعض المشجعين يكتب أنا لن آكل ولن أشرب ولن أرقد، والبعض الآخر يقول لقد خرج كريستيانو رونالدو من مونديال كأس العالم العرب من مونديال كأس العالم وأنا أفكر بالانتحار، والبعض الآخر لقد بات كل شيء باهتا عند خروج الأرجنتين وبالأخص كريستيانو رونالدو من كأس العالم. عقول خربانة وفاهين عندما يخرج الفقراء والمنسيين من عقولكم في أنصاص الليالي بين البرد، ما معهم حتى بيت يخرج يرقدوا بالشارع بسبب عدم توفر البيت أو مسكن لهم، أنتم في ذلك الوقت تبكون على خروج كريستيانو من مونديال كأس العرب. الله المستعان، كريستيانو ملحد ما هوش مسلم. عملية تقديس اللعاب كارثة يجب تركها. صحيح تشجع بأوقات معينة، وعند وقت الصلاة تؤدي صلاتك، وعند وقت العمل تؤدي عملك. أكثرهم الآن 24 ساعة من بداية مونديال كأس العرب لنهايته فقد تلفون كريستيانو، خرج كريستيانو، رجع، عايش في عالم الاكتئاب بين كريستيانو وهو ما هوش داري إنه كريستيانو فاز ولا خسر، ما يهموش. الرجال معه جزيرة داخل جاردين سيتي داخل العالم. ومصيبة والله على شباب الإسلام، لا زال الجهل عند معظم أبناء العرب. أمس يبكون لخروج البرازيل ونيمار، واليوم يبكون لخروج البرتغال وكريستيانو رونالدو من كأس العالم، وما علموا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عينان لم تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين تحرس في سبيل الله.